النهارده هنتكلم على الستاتيك دافنشي بروجرام. هنتكلم على الستاتيك دافنشي بروجرام فور التيميت فينير. البروجرام بيتكون من 3 اجزاء. الجزء الاول بيكون عباره عن دنتال اناليسيس ايفالويشن اند ديزاين. الجزء الثاني بيكون دنتال فينير بورسلين فينير ان دايركت 1. الجزء الثالث بيكون دنتال فينير دايركت 1 كومبوزيت فينير. الكورس ده بيكون مفيد جدا لو انت عندك عيادة you practiced عايز تزود دخلك، عايز تزود الـ experience بتاعتك. لو انت عايز تزود الـ experience بتاعتك في مجال الكوزماتيك، لو انت عايز تدخل treatment جديد في الكلينيك بتاعتك، it's better to start with aesthetic dentistry. aesthetic dentistry nowadays اهم part موجود في الماركتنج، واغلبية الدنتال ماركتنج دلوقتي refer to cosmetic dentistry. اغلبية الpatient بيدور على cosmetic dentistry. الدنيا اتغيرت عن زمان. زمان كان البيشنت بيجي الكلينيك بيدور على تريتمنت دامج تيس او ريستور ويكند تيس. النهارده لا، احنا بنشوف بيشنت جاي عايز تو تشينج الناتشرال تيس ايفن لو ساوند توس عشان يوصل لاعلى كوزماتيك بليزنت سمايل. الكورس بتاعنا بيتكون من 3 اجزاء، كل جزء بنغطيه في 1 داي. كل يوم بيبقى موجود معانا ليكتشر، معانا ورك شوب. الايديا من الدافنشي كونسبت ان احنا في الاخر نوصل لحاجه اسمها الاستاتيك اي. الاستاتيك اي دي اهم حاجه في الكورس بتاعنا. لازم يكون عندك كلينيكال اكسبيرينس هاو تو ورك وذ ذا سيم تايم استاتيك اي. كلينيكال اكسبيرينس انك انت هاو تو ورك او يو نو وات يو هاف تو دو. من غير استاتيك اي مش هتقدر توصل للكوزماتيك دنسري، لان الكوزماتيك او الاستاتيك از ديفرنت عن اني اذر تريتمنت. يعني لو اتكلمنا على اي treatment like surgery, burial, you have to know the medical term, you have to know technique and you do. In cosmetic is different. There is many different angle for treatment. في حاجة angle مهمة جدا اسمها illusion. في angle تانية مهمة جدا اسمها patient satisfaction. مش ملهوش concept ثابت. الconcept متغير according to patient and according to dentist. انا دكتور محمد شمس، ديفلوبر اوف دافنشي كونسبت. دافنشي كونسبت nowadays بدانا في مصر، وبعد كده رحنا السودان، اربيل، الامارات، سبين، ان شاء الله الفتره الجايه رايحين يونايتد ستيت ويو كي. هستناكم كلكم في البروجرام مع بعض، هنستفيد من بعض وان شاء الله we gain more experience.